جرى حفل تقديم شهادات شكر وعرفان للأطباء السنغاليين والتشهدين الذين عملوا في إطار القافلة الطبية التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير في الأسابيع الماضية في مستشفى الأم والطفل هنا بالعاصمة نجمانة. تراصد الحفل بالقصر الرئاسي رئيسة مؤسسة القلب الكبير السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو، السفيرة الخاصة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة لمحاربة السيدة. في بداية الحفل تحدث الدكتور محمد نور بكر الرئيس النائب لقسم الصحة بمؤسسة القلب الكبير عن حصيلة القافلة الطبية التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير بمستشفى الأم والطفل، حيث قال تم خلال هذه القافلة العديد من الجراحات الطبية وعدد من العلاجات للأطفال التشهدين، وهذه الجراحات تمت للعديد من المرضى المصابين بأمراض مختلفة بما فيها العمليات الجراحية الصعبة والأمراض المستعصية والحرجة. عقب ذلك قامت رئيسة مؤسسة القلب الكبير السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو بتسليم شهادة الشكر والعرفان للأطباء التشهديين والسنغاليين الذين شاركوا في القافلة الطبية، وهم البروفيسور مومار كوديبا والبروفيسور عمر رندور والدكتورة توجينغار فليسيا وعدد من الدكاترة والعاملين بمستشفى الأم والطفل. السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو أقبل تقديمها للشهادات قدمت كلمة شكرت خلالها جميع الأطباء السنغاليين والتشهدين والعاملين بمستشفى الأم والطفل على هذا الأمل النبيل الذي قاموا به خلال القافلة الطبية التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين التشهدين. وهذه القافلة الطبية التي قامت بها مؤسسة القلب الكبير تدخل ضمن نشاطات المؤسسة لصالح المرضى التشهدين. كما تمنت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو عودة سعيدة للأطباء السنغاليين والمزيد من الصحة والتقدم من أجل مساعدة المرضى. وأخيرا تم أخذ صورة تذكارية جمعت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بالأطباء السنغاليين والتشهدين ومسؤولي مستشفى الأم والطفل وأعضاء مؤسسة القلب الكبير.